الماثماتكس اللي احنا مشتقيها اصلا اس 2 هو كي العلاقه 2 كي 1 2 ام 1 2 ناقص ايضا كي وام وهذا ايضا كي ورد هنا مشتقيها زين وس 3 ايضا هذا القانون ايضا علاقه بالكي ماتريكس اللي هو حقيقة ديترمنت مثل كي ماتريكس ايضا هاي هو كل شيء موجود عندنا اوكي بس اطبق عوضهم وخليهم بالدستور هاي راح نسيب اوميجا واحد راح تطلع لنا قيمتين اوميجا افرض انا عندي اوميجا مثلا طلعت 10 واوميجا يساوي لي 50 يا هي الاوميجا 1 اوميجا 2 دائما نختار اوميجا 1 اقل من اوميجا 2 معناته ان اوميجا 1 شو يساوي لي 10 هاي ملاحظة مهمة اوميجا 2 يساوي لي 5 اوكي كل السيل مطلوب هذا كملناه زين اذا اريد بوحدات الهيرتز فهاي بس اجيب الاوميجا قسم على 2 باي ونفس الحالة اوميجا 2 قسم على 2 باي وانتهت المسألة زين المود شيب شو نحسب المود شيب اوكي حتى نحسب المود شيب خلوها بخلي ببالكم هاي لانه عندي فد متغير اسمه ابساي 2-1 ابساي 2-1 هذا ابساي 2-2 اذا هسه عندي ابساي 2-1 عندي ابساي 2-2 غني معلومات اوكي هذا مو المود شيب المود شيب هو عبارة عن فيكتور اسمه ابساي 1 ابساي 2 زين هسه ايش قد ابساي زين هذا المود شيب اللي احنا نريده هذا هاي المود شيبز تعتمد على ابساي 2-1 وتعتمد على ابساي 2-2 بالشكل هذا خلينا نشوف السلايد بس اهم شيء تدخلون بالنا من عندي قيمتين واحده اسمها ابساي 2-1 ابساي 2-2 ابساي 2-1 قيمته ام 1-2 اوميجا 1 ناقص كي 1-2 على كي 2-2 ناقص ام 2-2 اوميجا 1 تربيع كلها معلومه انا حسبتها الاوميجا 1 حسبتها شوف يعني احنا ما تقدر تحسب الابساي 2-1 ابساي 2-2 اذا ما حسب الاوميجا ونفس القانون اقدر استخدمه لكن مكان ما هنا بهذا القانون عندي اوميجا 1 شوفوا هذا اوميجا 1 هذا اوميجا 1 اوميجا انا استخدم اوميجا 2 اوميجا 2 تماما ايش احسب ابساي 2-2 هسه اجيب هاي القيم اوكي واحطها هنا فهذا المود شيب الاول هذا هسه المود شيب هذا مود شيب هذا السكند مود شيب فيرست مود شيب هو واحد على ابساي 2-1 لكن هسه ابساي 2-1 اللي عرفناه فمش تخلوا هذا قيمه واحد وهذا تخلوا كقيمه هو هذا اللي ابساي مود شيب واللي ابساي مود شيب الثاني هذا قيمته واحد وهذا ابساي 2-2 تخلوا كقيمه ف مثلا يطلع لكم الابساي 2-1 مثلا قيمته 3 والابساي 2-2 قيمته 5 يكون اذا ابساي 1 كفكتر كمود شيب هو 1-3 والابساي مود شيب الثاني هو 1-5 تاخذ الدرجه كامله وانتهت المساله اوكي الموضوع جدا بسيط زين شنو عندي بعد هاي الايتريشن مثلا هاي مثل ما قلنا تهمة ما نحتاجها زين بس اللي اريده من عندكم انه تاخذون هاي المعادلات بنظر الاعتبار لان احتمال اكو عليها مطالب هاي المعادلة مهمة اوكي يعني مثلا احتمال يجيك سؤال موجود الابساي 2-1 مثلا معلوم اقول لك الابساي 2-2 احسب لي اياه طبعا هاي المعادلة شوف ابساي 2-2 ابساي 2-2 والباقي كله معلوم 1 و 1 و 2-2 يساوي 0 معادلة بها معادلة بها مجهول اقدر احسب الابساي 2-2 مباشرة اوكي يعني ممكن اذا فحفظوا لي هذا فقط خلي ببالكم هذا وهذا خلي ببالكم هذا وايضا هاي الشرطة المهمات
important. زين الصغير هذني بعد ما عندنا شيء. هاي الصفحة تنطق هاي تلف طريقة مسألة جدا تخذيها في الصفحات أربع صفحات بالإضافة إنه طريقة غير صحيحة 100% بها أخطاء فهم دوفير وغير شيء. إذن هسه إذا طلعنا الزيت والموتشي بالنخب في كونسيوم ميجا واحد وميجا اثنين وحن طلعنا الموتشي اللي هو أبساي واحد أبساي اثنين هسه شلون نحل المعادلة التفاضلية؟ حل المعادلة التفاضلية مثل ما قلنا نحولها من generalized term form إلى principal form. لا تذكروا قلت لكم هذا الفورم مهم نسميه الـ principal form. أوكي سمينا الـ principal form. هذا شنو principal form؟ مكان ما أم واحد واحد أم واحد اثنين أم واحد اثنين أم اثنين اثنين قلناها شو يصير؟ هاي قيمة تقسم إلى قيمتين العفو مو هذا أوكي كيف هذا ثاني هذه ما اسمها فيكس هاي قسمها قسمين وهاي قسمين قسم ذب هنا وقسم ذب هنا وهاي قسم ذب هنا وهذا قسم ذب هنا هاي شو تحول شو يصير هاي الأم سمول سير ام كابيتال 1 هاي الام سمول 2 2 سير ام كابيتال 2 والقيم ام 1 2 ام 1 2 بعد ما قسمتهم وضفت جزء مالتهم على كل واحد من ذني من هذا وهذا ايش فقط قيمتهم؟ صفر اوكي هسه هذا الشيء اسمه generalized mass matrix هاي شنو اسمه principal ونفس الكلام يطبق على ال C يصير C1 0 C2 واسمها Principal Damping Matrix نفس الكلام يطبق على K K1 0 0 K2 واسمها Principal Stiffness Matrix اوكي اللي يريد نقول انه احنا هسه فكينا الارتباط حولناه من سؤال ب 2 degrees of freedom إلى سؤالين ب single degree of freedom. زين شلون صار سؤالين ب 2 degree of freedom؟ نقول اوكي لأن إذا كملنا كتابة المعادلة إذا هذا ما أحتاج أمسحها. إذا كملنا كتابة المعادلة لقيت أم 1 0 0 أم 2 في الكيو دبل دوت 1 كيو دبل دوت 2 زائد حول حلها بال يعني حولها إلى شكل معادلات شاهصل أم واحد في كويد دوت واحد زائد صفر في كويد دوت اثنين صفر زائد سي واحد في كويد دوت واحد زائد صفر في كويد دوت اثنين صفر زائد كي واحد في كيو واحد ما نضرب مصفوفة بفكتر ما أخذي بالثاني ما حسيب أم واحد كيو كويد دوت واحد زائد سي واحد كيو دوت واحد زائد كي واحد كيو دوت أو Q1 يساوي صفر معادلة ثانية M2 Q2 دوت 2 زائد C2 Q2 دوت 2 Q2 دوت 2 زائد Q2 Q2 يساوي صفر معادلة رقم 1 معادلة رقم 2 هذين المعادلات عبارة عن معادلات independent معادلات محل تعتمد على خلاص اوكي ممكن انه صار عندي سؤال اعتيادي اوكي ممكن انه صار عندي سؤال ب سؤال بمسالتين او نظام بنظامين داخليات الاول نظام الاول نظام كي سي ام واحد والثاني نظام ثاني نظام ام اثنين كم هذا الرقم